الهدف الأول للعناصر الوطنية، يبلغون الهدف الأول في وقت جد مناسب. حمزة الساخي لاعب نادي شاتهو هو من يتكفل بتسجيل الهدف الأول للمنتخب الوطني المغربي، هدف لصفر في الدقائق الأولى. وفرحة الجمهور الحاضر هنا بالمركب الرياضي محمد الخامس، حتى عيسى حياته يبدو وكأنه سعيد بهدف المنتخب الوطني، هدف أكيد أنه سيساهم في إنجاح الدورة. إن نحن بلغنا الدورة النصف النهائي ولم لا الفوز باللقب، ستكبر طموحات جولة بعد أخرى، مباراة بعد أخرى، تحديات هذا الجيل مقدور أن يصنع أكبر التحديات في العرس الإفريقي. كرة لمنتخب الغابون، هنا الإعادة، الكرة الوصلت بشكل ممتاز جدا، حمزة الساخي من نبيل الجعدي نجم المباراة لحدود الساعة. الهدف الثاني للمنتخب الوطني المغربي، الهدف الثاني للمنتخب الوطني المغربي، يتمكنون من تسجيل الهدف الثاني في 10 دقائق، مقدورهم هزم المنتخب الغابوني. والمسجل مرة أخرى لاعب نادي شاتهو حمزة الساخي رقم 10، لاعب المنتخب الوطني يسجل الهدف الثاني، هدفين لصفر، والحصيلة أكيد أنها ستكون كبيرة اليوم، الحصة والحصيلة ستكون كبيرة جدا للمنتخب الوطني المغربي أمام منتخب غير قادر تماما على التفاعل مع القدرات الفنية العالية للعناصر الوطنية. كرة لمنتخب الغابون، انتصار أول بإذن الله في الطريق للعناصر الوطنية لكي ننسى ولو جزء قليل من أحزاننا الكثيرة مع المنتخب. الهدف الثالث للعناصر الوطنية، يسجل البديل عزوزي زكريا لاعب نادي أجاكس أمستردام، لاعب أجاكس أمستردام العزوزي يسجل الهدف الثالث من كرة ثابتة، كانت فرصة سانحة، والهدف الثالث سيريح كثيرا العناصر الوطنية لكي تتفاعل مع الدقائق المقبلة بالشكل الذي يؤهلها للتفكير في المباريات المقبلة بمنطقة الفريق القادر على المنافسة. 3-0، ممكن نقولوا على أن الانتصار قد حسم بشكل كبير، و3 نقاط في الجيب في انتظار باقي المواعيد. الموعد المقبل سيكون أمام منتخب بوتسوانا. كرة مرات من العشاوي أشرف الظهير الأيسر، وصورة جميلة جدا لهذا الجيل الموهوب من اللاعبين المحترمين جدا فنيا، منتخب ممتاز جدا، منتخب مساعد للتضحية كثيرا من أجل اللقب. له في المواجهة خلال الجولة الثانية، ضربة جزاء للمنتخب الغابوني بالكوش، وماك ليو دوري الكرة تسدد، والهدف بطريقة جميلة جدا، يتمكن المنتخب الغابوني من تسجيل الهدف الأول في المواجهة، هدف أول للمنتخب الغابوني، ونتيجة 3-1. المنتخب الوطني مطالب بتسجيل هدف آخر له في الدقائق المقبلة لتفادي أي مفاجأة غير سارة للمنتخب الغابوني، ولو أن الهدف جاء من خطأ دفاعي كان بالإمكان أننا نجاوزوه، لكن معليش الدقائق متواصلة. لعبات الكرة المنتخب الوطني، جلال بلال عزوزي عند المدافع الأيسر. الرابع، الهدف الرابع للعناصر الوطنية عبر نبيل الجعدي، المنتخب الوطني يصل لدك الحصون الغابونية بهدف الرابع، 4 أهداف مقابل هدف واحد في انتظار المواعيد المقبلة. 3 نقاط غاية في الأهمية للمنتخب الوطني للفتيان الذي يتمكن من تسجيل الهدف الرابع، 4 أهداف مقابل هدف واحد. المسجل نبيل الجعدي والعمل، كل العمل من وليد الصبار الذي أبدع وتحرك وأقصى عدد من لاعبي المنتخب الغابوني اليوم، هذا طريق العبور لنبيل الجعدي، الانسجام حاضر وبقوة ما بين اللاعبين الممارسين بالبطولة الوطنية واللاعبين المحترفين ببطولات أوروبية، ما يمنح الثقة في المستقبل، ما يجدد الثقة في هذا الجيل الواعد لدى بعيدا في هذه المسابقة. 4 أهداف مقابل هدف وحيد، الأمور شبه محسومة، 4 أهداف مقابل هدف وحيد، وفرحة كبيرة للجماهير المغربية الحاضرة اليوم تتابع المواجهة من